أمرنا كذلك. هذا كما أنت الآن عندما تصاب تدعو الله بالفرج. أخرج لي رواية واحدة من كتبك أن الشيعة أمرت بالدعاء بالفرج للمهد. تفضل. هذا ما يعنيك، هذا ما يعنيك، ولا أنت أؤمن بالحجة. ما فيه صح، ما فيه. أولا أنت أؤمن أنه يوجد عندك، راح يطلع واحد عندك منقذ، لكن أنت الآن أبو محمد عشان نستفيد، أبو محمد عشان نستفيد، إحنا موضوعنا يلا إحنا هزرنا ودردشنا، إحنا موضوعنا النهاردة باختصار ويريد تلتزم بنقطة البحث. هل آية التطهير وحدها، شوف وحدها، تفيد العصمة المطلقة للأئمة ولا لا؟ ده موضوعنا النهاردة. زين، جزاك الله خير. بس بالله عليك إذا صدق تريد حوار وتخليها بيني وبينك، والله الثالث شاهد علينا أنه تحاورني كما أحاورك، عندك استعداد؟ لو بس مجرد تسأل صار مقدم برامج. أفند المايك والله، وأنا أقول لك حوارنا في آية التطهير، هل تفيد العصمة للأئمة ولا لا؟ بس. نعم 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 تفيد العصمة. الآن إذا أنا أيضا أسألك بسؤال كما أنت تسألني على نفس الموضوع حتى نفهم الفكر السني عن فكرنا. حجي زين جميل، وأنا بقول لك هل تفيد العصمة، تقوم تقول لي أو خلاص وانتهينا. شو هاد؟ لا أنا أولا دا أحدد وياك حتى نجيب الحوار. خدم يا محترم الآن. نعم. بما أنك قلت نعم، اتفضل طلع لي العصمة المطلقة من الآية ومن قال. نعم. بها من أئمتك. نعم. وين العصمة؟ خدم. في الآية تفضل. أنا أبين لك ياه، لكن رجاء خلي يكون بيناتنا، قلت لك نخلي الله شاهد علينا حتى أنت أيضا تجيبني. تفضل. هسا أنا الآن أقول لك، بما أن الآية تشمل، طبعا أنتم تقولون في زوجات الرسول، سلمنا، أنا اليوم أرد أصير سلفي. لا نعم. أنا أتكلم ثواني، أنا مش حواري الآية نزلت في مين، أنا الآن أسلم لك. نعم. يا أخي اسمع، ما عشان ما تجاوب على حاجة أنا ما سألتها وبعدين ترجع تقول أبو معاذ بقاطع بيعمل أهو. إحنا مش بصدد الآية نزلت في مين، أديني قطعت عليك الطريق من الأول أهو. إحنا بصدد أنت كشيعي تعتقد أن الآية دليل على العصمة المطلقة، وأنها بذاتها دليل على العصمة المطلقة. الآن طلبنا منك أن تستخرج لنا العصمة المطلقة من الآية، إما برواية صحيحة عن الإمام يقول لك وين العصمة في الآية، أو عادي نقبل بشرحك أنت إن كان يوافق العقل. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بما أن هذه الآية أو جزء من الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إذا كان الرس أذهبه الله عن هؤلاء أي فئة كانت بدون المسميات كما أنت تقول، هذا التطهير الذي طهرهم الله من الرس، ما هو الرس حتى نفهم أن هذا الرس هو الذي طهرهم الله به؟ قالوا العلماء من الشك إلى الشرك وكل شيء مستقذر، فلو جئنا بهذا ووضعنا على الآية وجدنا أن هؤلاء يجب أن يكونوا معصومين، لأن لا يوجد عندهم لا شك ولا شرك ولا أي شيء مستقذر ولا عمل قبيح ولا نسيان ولا سهو ولا مغالطة ولا سب ولا كفر ولا، فهذه أول دليل على وجود العصمة، أول مصداقها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أنت الآن تريد أن تشكل عليه وتقول هذه لم تكن فيهم، لا ليس بصحيح، قل لي ما هو الرجس الذي أذهبه الله عن رسوله على أقل مقدار، باعتبار هذا نتفق به بيننا وبينكم، ما هو الرجس الذي أذهبه الله عن رسول الله والذي لا يوجد، يوجد عندنا ولا يوجد عند رسول الله، ما هو هذا الرجس؟ فإذا ثبتنا هذا نقول أن هذا ينطبق على أي فئة من الناس. خلصت. بدون المسميات. تفضل. طيب سألنا سؤال مباشر أخونا، هل الآية بذاتها دليل على العصمة المطلقة؟ قال نعم. قال بداية لازم نعرف ما معنى الرجس، فقال الرجس يبدأ من الشك إلى عدم الشرك ومستقذرات الذنوب. الآن حسب كلامك ده أبو محمد، لو أن مسلما ولد على الإسلام وما شك يوما في دينه يدخل في الآية ولا لا؟ حسب شرحك أنت يدخل. أجيبك لو لا بعدين. ما قاطعتك. نعم. أنا ما قاطعتك. شوف أنا تفضل بعدين أنا أجيبك. ما قاطعتك. تفضل. أنا.
أنا التزمت وقفلت المايك. عفوا آسف. الآن يا أخوانا لو أن إنسانا ولد على الإسلام وما شك يوما إلى أن مات في دينه يدخل في الآية؟ نعم يدخل في الآية، هي واحدة. اثنين، لو أن مسلما ولد على الإسلام وما أشرك بالله يوما ومات على التوحيد الخالص، إذن كمان يدخل في الآية. تبقى عندنا الحاجة الأخيرة الثالثة اللي ذكرها أبو محمد، وهي مستقذرات الذنوب. وبالتالي وجب علينا أن احنا نسأل الضيف المحترم سؤال مباشر، هل السهو والنسيان من مستقذرات الذنوب؟ تفضل يا أستاذ أبو محمد، هل السهو والنسيان من مستقذرات الذنوب؟ أجبني تفضل. وقتي أجيب، نعم الحمد لله، جزاك الله ألف خير أخ أبو عماد أبو معاذ على هذا الرد، لأنه الآن أنت أثبتت أن آية التطهير لا تشمل رسول الله وأهل بيته فقط، ممكن أن يكونوا غيرهم، إذن هذه الآية انتفت، فلا تقول نزلت بزوجات الرسول ولا تقول برسول الله، إذن ما هو الرسل الذي أذهبه الله عن رسوله؟ لا يوجد عندكم، لأن رسول الله فعل المستقدر عندكم، إلا أن تأتيني بدليل على أن هذا من عصمة رسول الله. فالآن أنت أقررت أن الناس ممكن أن يكونوا بآية التطهير تشمله، فإذا ضربت أنت رسول الله والآية عرض الجدار وحاشا لله، لأنك أنت لا تؤمن بها لرسول الله، فلماذا هذا الجدال أنها نزلت في زوجات الرسول أولا؟ أو أن تقول لا نزلت فيهم لأن فيهم هذه الخاصية أو برسول الله هذه الخاصية. أنا أقول لك لا يوجد شخص يأتي بمواصفات رسول الله وتنطبق عليه هذه الآية، أنت فرضت احتمال باطل، لأن الرسول عندكم في رسالته معصوم بالتبليغ، فكيف الذي يأتي من دونه يكون معصوما بدون، يعني ليس معصوما ويكون أفضل من رسول الله على هذا القياس؟ لأن رسول الله يكون معصوما من الله حتى يبلغ، والذي يأتي من بعده لا يكون معصوما ويبلغ نفس رسالة رسول الله. أبو محمد لما أعطيك المجال للرد يكون هذا أفضل. فأنت ضربت العصمة حتى لرسول الله. لما أعطيك المجال للرد لا تتشعب بذكر ألف مسألة في ردك، زي ما أنا أنت ضربت عصمة رسول الله، لو سمحت لا تقاطع. يا تعطيني مجال خليك انا ابين لك. انا كان سؤالي مباشر، خلي اجابتك مباشره ماشي، خلينا نرد على اللي انت قلته لو سمحت. ممكن تفضل. ممكن يا. طيب شنو؟ اولا من المعيب اني انا لما اقول لك ان لو انسانا ولد على الاسلام ولم يشك في الدين إلى أن مات يدخل في الآية، أو أن مسلما ولد على الإسلام ولم يشرك حتى مات على التوحيد يدخل في الآية، إن ده معنى إن أنا أنكر إن النبي وزوجاته وعلي وأولاده من أهل البيت. ده قمة التدليس والكذب أو الجهل بالمسائل أو بالطرح العلمي. تمام؟ القرآن الكريم مليء بالآيات التي يكون فيها السبب خاص لكنه عام لباقي المسلمين، فلا يكون المقصود بتخصيص السبب وإنما بعموم اللفظ. فهمت أبو محمد؟ الآن قولي أنا ده ترى هو ده اللي ينقذك ويدخل جعفر الصادق في الآية. قولي أنا ده اللي أنا قلته ده المفروض أن أنت اللي تقوله مش تنتقده، لأنه ببساطة هذه الآية تلاها حديث الكساء، جعفر الصادق ما دخل في الكساء، موسى الكاظم ما دخل في الكساء، المهدي ما دخل في الكساء، العسكري ما دخل في الكساء. إذن قولي أنا المفروض أني أنت اللي تقول به. فشفت أنا خليتك تهدم دينك بنفسك لما رددتها علي فأسقطت دينك وأنت مش واخد بالك. واخد بالك أبو محمد من الحفرة اللي أنا حفرتها لك؟ يلا عشان نردم عليك دلوقتي، هاي مسألة الآن أنا أجيبك. ما كملت. يلا براحتك. أنا كنت أرد عليك بس. تمام. هاي مسألة. المسألة الثانية يا أبو محمد، لما سألناك هل السهو والنسيان من مستقذرات الذنوب أنت قلت نعم. الآن أنا أتحداك أن تأتيني بعالم شيعي واحد، شوف عالم شيعي واحد قال إن السهو والنسيان من مستقذرات الذنوب. تفضل.
أولا طرحت الشبهة وقلت أن هذه تشمل الإمام الصادق وغيره. نعم، نحن نقول بعصمتهم، أنت تنكر العصمة، وثم أنت تقول لو جاء شخص وآمن ولم يشرك فيكون داخلا بالآية، عندكم الخلفاء يكونون هم أفضل الناس بعد رسول الله، هل يدخلون في الآية؟ قل نعم. هل دخلوا في الآية؟ تستطيع أن تدخلهم؟ لا يوجد عاقل من المسلمين يقول هؤلاء يدخلون في هذه الآية. دخلوا الزوجات في نص حديث كما تقولون، إذا هؤلاء كيف دخلوا؟ لم يكونوا من أهل البيت. رسول الله يقول هؤلاء أهل بيتي، خصهم بأهل البيت وطهرهم تطهيرا، والتطهير لا يأتيهم. فدخول الإمام الصادق والكاظم، لأنه نحن نعترف بالعصمة، يوجد من يكون من بعد رسول الله معصوم بعصمة رسول الله ويفعل أفعال رسول الله لكن بدون الوحي، أنت الذي تنكرها، أنت أتني بالدليل. هذه واحدة. الآن على نعود إلى النسيان والسهو، من قال هو من المستقدرات؟ لا، لو كان في الأحكام، أنا أقول لك لو كان النسيان والسهو في الأحكام لبطلت العصمة، لأن إذا كان النبي كما يوجد عندكم نسى آية أو ينسى كذا، ينسى بالصلاة والركوع وغيرها، هذا بطل، لأن رسول الله يكذب القرآن بهذه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إذا كان رسول الله لا يخشع فمن الذي يكون أخشع منه؟ أبو وإذا محمد، كان رسول الله ينسى، والله يقول سنقرئك فلا تنسى. أبو محمد، أبو محمد، أنا ما بدي المداخلة دي وخذوا، عزة لا 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 الأخيرة وخذوا. أنا ما بدي، أنا ما بدي أتحاور أبو معاذ. أبو معاذ، أنا اعتزلت الحوار لعله يعني لغير لبين ما الله ما يقضي أمره. أبو محمد، بس أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندكم فعل المستقدرات من الذنوب، ممكن تقول لي ما هي المستقدرات من الذنوب اللي فعلها النبي عندنا؟ لا، أنا قلت هذه موجودة في كتب السنة والشيعة من المستقدرات، لا بالتخصيص، لا بالتخصيص، لا لا لا، أنا اسمح لي، أنا ما أخالف يعني. أولا جنابك محمد العزة، لو سمحت ممكن بعد إذنك تقول لي ما هي مستقدرات الذنوب التي فعلها النبي عند أهل السنة؟ يعني أولها وأهمها أنه كان مسحورا، كيف كانت تعرف أن يا رجل النبي لم يفعل السحر بنفسه، ما هي مستقدرات الذنوب التي فعلها وهذا النبي؟ وهذا من المستقدر. نعم، هذا من المستقدر. النبي إذا كان لم يفعلها بنفسه بل فعلها يهودي فيه، ما هي مستقدرات الذنوب التي فعلها النبي؟ أولا لا تقول ذنوب، نحن نقول كل شيء مستقدر من الأفعال، ما قلنا أنت مستقدر من الذنوب. ممتاز، ما لا. هي المستقدرات من الأفعال التي فعلها طبعا. النبي يسحر، ينسى، يلهو، يطرب، يقف ويقول، ما هي مستقدرات الذنوب؟ سؤالي واضح، هذه من المستقدرات، أنت تريد أن تحسبها عاوينك، جزاك الله الخير. إذا أمكن تقف وتبول، خلينا نشوف، انشر لنا في فيديو أنه تقف وتبول، ما أبي شيء. الآن لو أردتنا أهل السنة أن ننشر فيديو ونحن نبول واقفين، عليك أن تنشر لنا فيديو وأنت تبول وأنت جالس. ها؟ أنت لا تصدقنا يعني، ونحن لا نصدقك. لو سمحت يعني لعل بك علة، لو سمحت لا تقاطع، لو سمحت احنا ردينا عليك. أنت تريد أهل السنة أن ينشر لك فيديو، أنا أنشر لك فيديو وأنا أبول وأنا واقف لأنك لا تصدقني أني أفعلها. أنا أيضا أدعي أن الشيعة غير قادرين على التبول جالسين، فلما تأتيني بفيديو لا تقاطع، أنا أرد عليك، مش أنت طلبت مني، أنا أطلب منك. أنا كمان أنا لا أصدقك أنك تبول وأنت جالس، فعليك أن تصور لي فيديو حضرتك تريني فيه المؤخرة والمقدمة وأنت تتبول وأنت جالس. إن فعلتها فعلت، نقطة من أول السطر. هاي المسألة. أولاً أنت، أولاً لا تقاطع، ما كملت أنا يا حجي أنا ما كملت، أنا ما أقاطع على فكرة. شوف أنا صاحب المسألة أقول لك ما أقاطع، فاسمعني لحد ما انتهي. المسألة الثانية، قال هذا الرجل يا أخوانا إن مستقدرات الذنوب إذا كان السهو والنسيان في الاعتقاد، يعني في مسائل التبليغ، في مسائل التشريع، فهنا لا يجوز على المعصوم. ممتاز، شكرا لك، طيح العصمة يا أخونا، لأن السهو والنسيان جائز في غير أمور الاعتقاد. إذن المعصوم مش معصوم عصمة مطلقة، شكرا لك، دي عصمة أهل السنة، إن النبي معصوم في أمور التبليغ أي في أمور الاعتقاد، لكن غير أمور الأحكام والاعتقاد هو غير معصوم. حضرتك أصبحت سنة. شكرا لك. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة،
في البداية سألناك هل السهو والنسيان من مستقذرات الذنوب؟ انت قلت نعم. المداخلة اللي بعدها لينك بتقول ليست من مستقذرات الذنوب إلا إذا كانت في الاعتقاد. الآن أنا أطالبك أمام 200 واحد في البث واعتبروا تحدي يا أبو محمد أن تأتين بعالم شيعي واحد قال إن السهو والنسيان يدخل في مستقذرات الذنوب. شوف ما بدي منك أي حاجة غير دي، تأتيني بعالم شيعي، مش أنت بتؤمن بالعصمة؟ تأتيني بعالم شيعي واحد أدخل السهو والنسيان في مستقذرات الذنوب. ده سؤالي اللي لن أتراجع عنه. أرد بس على مسألة إن أنا لما قلت لك إنه لو أن شخصا ولد على الإسلام فما شك وما أشرك حتى مات هل يدخل في الآية ولا لا، حضرتك رفضت، تمام كده؟ إذن بما أنك رفضت فأنت جعلت الآية مخصوصة بمن حضروها ومن دخلوا في الكساء. اللي دخل في الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين، 9 من أولاد الحسين من أئمتك المعصومين ما دخلوا تحت الكساء. وبما إنك رفضت إن أبو معاذ يضيف إلى الآية غير الأسماء المخصوصة بالكساء، إذن حضرتك من حقي أنا كمان إني أرفض دخول 9 من أئمتك في مدلول الآية اللي هو العصمة. إذن آية التطهير حتى وإن دلت على العصمة فلا يعصم بها لا السجاد ولا البقر ولا الصادق ولا الكاظم لحد المهدي. إذن آية التطهير ليست دليلا على عصمة 9 من الأئمة. لماذا؟ لأنها لم تنزل بهم وما كانوا موجودين وما دخلوا في الكساء. فإن أردت أن تدخلهم فعليك أن تدخل غيرهم. شوف عليك من غير ما أقول لك مين غيرهم، عليك أن تدخل غيرهم وعليك أن تقبل. هاي المسألة التانية. التحدي الثاني لحضرتك، إذا أردت أن تدخل 9 اللي أنا بقول لك ما يدخلوا في الآية وفي حديث الكساء يلزمك الدليل من النبي. هل النبي أدخل أولاد الحسين 9 على وجه مخصوص بأسمائهم في آية التطهير وفي حديث الكساء ولا لا؟ تفضل. نعم هسه الآن أنت أعطيتني شبهات كثيرة وسام راح نجاوب عليها إن شاء الله. نبدأ من حيث انتهيت. أولا الآية من قال أن هؤلاء 5 هم فقط من أهل الكساء؟ من قال الأئمة الباقين من أهل الكساء؟ لا، نقول هؤلاء طهرهم الله بآية التطهير تشمل هؤلاء، وهؤلاء جاءوا من بعدين باعتبار العصمة تطهرهم، من كان معصوما كان طاهرا. لم نقل لا يوجد شيعي يقول هؤلاء من أهل الكساء، بل هم 5 حتى زين. دليلك أبو محمد النبي أدخل أولاد الحسين في الكساء، تفضل دليلك. نعم كيف دليلك؟ دليلي دليل على ماذا؟ أنا قلت نعم دليلك يا فندم أن النبي لم يخص أصحاب الكساء فقط اللي دخلوا فيه. دليلك أن النبي لما دعا لعلي وفاطمة والحسن والحسين في الكساء دعا للتسعة أولاد الحسين. تفضل. لا لا اسمع اسمع اسمع، نحن نقول أن أصحاب الكساء هم 5 وقال رسول الله هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرسة وطهرهم تطهيرا نزلت في هؤلاء من حديث رسول الله الخلفاء من بعدي 12 ومن ذرية الإمام الحسين وخاتمهم وتاسعهم قائمهم، هؤلاء عرفنا أنه توجد العصمة، فهؤلاء أيضا من كان معصوما كان مطهرا بهذه الآية. أريد رواية عن النبي يا أبو محمد، أريد رواية عن النبي في يا أستاذ سمحت إثنى 10 خليفة وأميرا، ده حديث سني، شو علاقتك فيه يا فضيلة الشيخ؟ يا فضيلة الشيخ اسمعني أنت لو سمحت، اسمعني بس أكمل، خلي أكمل الأسماء، اسمعني لو سمحت، اسمعني لو سمحت، اسمعني لو سمحت. الآن النبي في الكساء لم يذكر 9 أولاد الحسين. الآن يلزمك مسألة، بما إن إحنا حوارنا عن آية التطهير، وين النبي أدخل؟ وين النبي أدخل؟ لم يدخلهم، عددهم 12 في آية التطهير. يلا أريد منك الآن رواية، النبي قال إن آية التطهير عصمت 12 إماما. تفضل. الأئمة من بعد رسول الله 12 وعندنا الإمام يكون معصوما، فهؤلاء بالتبعية يكونون معصومين باعتبارهم أئمة
فليس بآية الكساء. آية الكساء تختص آية التطهير التي فضلت الشيخ. يا فضلة الشيخ بس أريد رواية يا حجي، أريد رواية رواية رواية. النبي قال إن آية التطهير عصمت 12 إماما، لم يقل بها، وهذا بحث الكلام. اعترف الضيف الشيعة أمامكم إنه ماكو عصمة، تقدر تقول معصوم رسول الله لأن أنت ما عندك عصمة لرسول الله، تقول بالتبليغ وتحداك الآن أن تأتي الآن أبو محمد واحد أبو أو حديث محمد. واحد تقول رسول الله معصوم بالتبليغ يا أبو محمد، حتى عندك بالتبليغ ما معصوم رسول الله. ثواني يا أبو محمد، يا أبو محمد ثواني، هل الإمام المعصوم قادر على فعل المعصية؟ قادر لكن لا يفعله. نعم، لا ما فهمت السؤال. هل العصمة اللي عنده تمنعه من فعل القبيح أو فعل المعاصي؟ بل هو عنده، هو 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 عنده إرادة أنه لا يفعل المعصية. إذا ما في داعي للعصمة اللي هو معصومة. شكرا لك، انتهت القصة. بالعكس، لأنه حتى يكون أفضل من الملائكة لو كان. أنا ما ليش دعوة بالملائكة الآن، أنا سؤال عليك السؤال بس، لعلك أنت ما لكنه على استطاعتي للمعصية لم يفعلها يكون أفضل كما كان يوسف. ركز معايا، ما هو انا ابو معاذ يا حاج يا محترم يعني. يا محترم، انا ابو معاذ قادر على إن فعل المعصيه، قادر اني ازني واسرق واخذ واحد ورا مصنع الكراسي، لكني لا افعل لان ده حرام. اذا انا اللي منعت خلاص عندك عصمه. فاذا يا اخي عندك عصمه يا عمي اسمع، فاذا كنت انا ابو معاذ الغلبان المسكين قادر على الامتناع عن المعصيه بذاتي من غير ما يبقى عندي عصمة، وانت بتقول نعم المعصوم بيمنع نفسه بدون الحاجة للعصمة، اذا ما في عصمة، ما في داعي لها اصلا. اذا اصبحت انا والامام نعصر. العصمة مراتب. اوف اوف، ولهذا انا اقول العصمة عندما يكون النبي معصوم. لا لا، العصمة مراتب. لا يأتي من السهو والخطأ، انت يأتي منك الخطأ. انت قلت العصمة مراتب صح؟ هل العصمة مراتب؟ هل الكلام اللي انت قلته ده تحقق في الامام المعصوم عندك ان العصمة عندهم مراتب؟ ليش تكتم علي وانا ده احكي؟ ما عشان تسمع. يعني ده اسمع يعني. على كل حال نعم، العصمة. هل العصمة عند الامام المعصوم مراتب؟ الامام عصمته مطلقة، طبعا ماكو مطلقة، المطلقة لله. نقول عصمة كاملة بالاحكام. عصمته مش مطلقة، المطلقة لله. الله اكبر، نزف العصمة. هو محدود، العصمة مطلقة. كيف تقول مطلقة؟ الشيعة والله اللي تقول ان عصمة الامام مطلقة. الان الاستاذ اخونا نزف العصمة، قال لك ماكو عصمة مطلقة، المطلقة لله. وحاشا لله انه يعني يقارن الانسان بالله عز وجل. الله الان سؤال ابو محمد، ابو محمد اهدى بس، اهدى اهدى. الان وبكل بساطة، الله عز وجل لا ينسى ولا يسهو صح؟ نعم، لكن في القرآن يقول وما ينسي انك شلون لاية سنقرأك فلا تنسى، وهي نسي الله فنسيهم. هل الله كان ينسى يعني نسي الله فنسيهم؟ لا، النسيان المذكور في الآية ليس معناه النسيان، وإنما معناه الترك، أي أنه تركهم من رحمة. أحسن شايف عليك أبو محمد، تنسب لله النسيان. يعني أنا لو كنت سألتك الإمام ينسى تقول لي لا، أو راح جايب لي آية عايز تفسرها أن الله ينسى؟ إذا أنت أجب، كما أنك أولت النسيان لله كذلك. الآن يا أخوانا الراجل ده راح جاب آية ويريد أن ينسب إلى الله. يا أخي اسمع، يا أخي اسمع بس. الآن يا أخوانا هذا الشيعي، عشان تعرفوا أن الشيعي ما عنده توقير لله، لو سألنا الإمام ينسى يقول لك ما ينسى، وراح جاب آية فيها أن الله عز وجل نسي الكفار أو نسي الظالمين، أي أنه انفردهم من رحمته. حتى أحكمك بها كما تؤول، وأقول لك أتؤول على الأخرى. أنت خلاص أنا أقبل بتأويلك يا عم. إذا كان الله عند الشيعة ينسى، إذن المعصوم ينسى. شكرا لك، طاحت العصمة كمان. شكرا لك حجي. تخيل الشيعي رايح يستدل بآية على أن الله ينسى. إذا عندك الله ينسى، شلون المعصوم ما ينسى؟ شفت أخواننا الشيعي، شفت الكفر، شفت الحقد على الدين. يعني عشان يرد علي فراح جاب آية يأولها أن الله ينسى. طيب يا فهيم، يا زكي، يا عبد الزهرة، يا عبد الحسين، يا عبد البتنجانة، إذا كان أنت جايب آية وعاوز تؤولها على أن الله ينسى، إشلون تثبت للإمام عندك وهو بشر أنه لا ينسى؟ هل ده عقل يا أخونا؟ هل ده عقل؟ وأنا بأول زي ما أنت بتأول. عمي أنا ما قلت، أنا أهل السنة ما قالوا أن الله ينسى،
بمعنى أنه يغيب عن علمه شيء. إنما نسيان الله أي طرده وتركه للظالمين والمنافقين والمشركين من رحمته. النسيان هنا طرد من الرحمة، طرد من الرحمة، مش معناه إن الله عز وجل ينسى كما ينسى البشر، ولا يقول بدم مسلم واحد سني. الآن أنت الشيعي بقى وتدعي هذه المرتبة فيما هو دون الله في الإمام، فرح تجيب لي آية وتأولها على أن الله ينسى. طب إذا كان ينسى يبقى إمامك المعصوم شو؟ إذا أنت طيحت حظ العصمة. يلا نسلم لك، إذا الإمام عندك ينسى، لأن إذا كان رب الشيعة ينسى فالمعصوم عندك ينسى. شكرا لك.